طبعا كانت عبارة عن ورشة تعريفية حول المنح اللي بتقدمها من مؤسسة داد الألمانية. هي عبارة عن ورشة عمل توضح لنا فيها شو التخصصات اللي احنا ممكن ندرسها عشان احنا نكمل الماستر الموجودة عندنا وفي لدرجة الدكتوراه. هتوضح شو التخصصات الموجودة، كيف طريقة التقديم، شو شروط التقديم الموجودة. عرفنا احنا كيف ممكن انه نطلع على التخصصات الثانية، كيف اني انا ممكن اروح اقدم لها، كيف اني ممكن ابلش اجهز نفسي عشان اقدم لهاي الشروط. طبعا بنشكر ادارة الجامعة، مشكورة على انها قاعدة بتجيب لنا مؤسسات خارجية عالمية، انه حتى ممكن انها هذه اللي حكيت لنا جوا انه ممكن احنا نقدم ايضا في الاردن، مش فقط بس في المانيا موجودة، ممكن هاي المنح تكون موجودة ايضا في عمان في الاردن، حيث انه احنا نقدم لها. شوفنا كيف انا ممكن انزل الاوتلاين الموجود عندي، كيف اطلع على الكورس اللي انا بدي اطلع اشوف اكمل الماستر عليه، كيف ممكن اقدم له، كيف اعبي البيانات الموجوده. بعد هيك حكينا يعني انه هذا الاشي وضحنا انه صح هو خاص في المؤسسه، ولكن هذا ما بيعني انه اذا واحد ما حقق الشروط الموجوده انه مستحيل يكمل في المانيا الماستر الموجود. بالفعل استقبلنا اليوم ممثل عن مؤسسه الداد الالمانيه، هذه المؤسسه الالمانيه العريقه التي تقدم المساعدات البحثيه ومساعدات المنح لدرجات الماجستير والدكتوراه للجامعات الألمانية، وتربطنا بها علاقات وطيدة، وهناك مبعوثين من جامعة فلسطين التقنية يتلقون تعليمهم دراساتهم العليا في الجامعات الألمانية لنيل شهادات الماجستير والدكتوراه بتمويل من هذه المؤسسة العريقة.